وبعيدها الحلالة. يكرس رجل الإطفاء وقته دائما لراحة الآخرين، ويكون على أهبة الاستعداد في كل الأوقات لينقذ حياتهم. وفي العيد وبعيدا عن أسرته، اعتبر زملائه هم أسرته الثانية، يشحذون همم بعضهم ويكثفون استعداداتهم لمواجهة أي طارئ. طبيعة عملنا اللي هم نطلع حق الحوادث، نتلقى البلاغ عن طريق العمليات، ونطلع حق أي حالة طارئة لا سمح الله. نوصل للدوام، يتم فحص الآليات والمعدات، تأكد من جاهزيتها، يقوم توزيع المهام للضباط وضباط الصف. الأولوية عندنا إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات، فلما ندخل الزام نتأكد أن معداتنا جاهزة، ونتأكد أن أغراضنا سليمة وآلياتنا جاهزة، أساس نكون جاهزين حق أي حادث طوارئ أو حريق أو إنقاذ. وقت العيد طبعا بالنسبة لي أنا شخصيا الدوام نفسه والشعور نفسه، ولكن يعني هذه طبيعة عملنا، حماية الأرواح والممتلكات. فيمكن اللي مو متعود جديد على الدوام ال 24 ساعة يحس انه في فرق، ويحب يعايد مع اهله، بس هم احنا نعايد هني وكلنا ربع واخوان. بالعكس عيدنا هني او برا نفس الشيء. احنا هني اليوم نعتبر في بيتنا الثاني، يعني انتم يمكن دشيتوا عندنا داخل وشفتوا ان احنا اسرة مع بعضنا. فممكن يوم العيد اللي مفترض ان احنا تعودنا نكون بين عيالنا بين اهلنا، اليوم صرنا احنا كذلك بين اخواننا، فما عندنا اي فرق في هذا نهائيا. لله الحمد احنا اسرة ثانية موجودة هني، فالعيد عندنا هني هم فرحة ان احنا تواصلنا مع اخواننا، تواصلنا مع اهلنا، وبنفس الوقت عندنا مسؤوليات، ومن مسؤولياتنا ان احنا نحافظ على ارواح الاخرين، نحافظ على ممتلكاتهم. السنة اللي طافت مسجد الامام الصادق اللي صار فيه التفجير، احنا الفرقة اللي طلعت بالانقاذ حق المسجد هذا، يعني شفنا شغلات احنا مو متعودين نشوفها، ولو ان رجل الاطفاء متعود يشوف الجثة ومتعود يشوف امور وايد اكثر يعني من باقي الوظائف، بس ان احنا بلد ما تعودنا على هالامور. فلما تطلعين على حادث مثل هذا شيء وايد صعب يكون، يعني هذا البشر بشر قاعد تطلع روحه قدامك، شيء مو سهل علينا يعني. بعيد هالحلاله.